في الفيديو السابق تعلمنا طريقة السؤال عن المكان. في هذا الفيديو دعونا نتعلم كيف تأخذ سيارة أجرة إلى المكان الذي تريد. شيفو، ني هاو. ني هاو، ني 想去哪儿؟ 我去浙江大学. 好的. 好的. 师傅. 师傅. 想 想 去 去 你想去哪儿 你想去哪儿 我去浙江大学 我去浙江大学 我去浙江大学浙江大学好的好的 لنستخدم هذه الطريقة للسؤال عن أماكن أخرى. 你想去哪儿 你想去哪儿 我去清真寺 我去清真寺 你想去哪儿 你想去哪儿 我去银行 我去银行 لنعد لمشاهدة الفيديو مرة أخرى. 师傅，你好。你好，你想去哪儿？我去浙江大学。好的，好的。هل يمكنك استخدام هذه الأماكن للسؤال والإجابة باستخدام هذه الطريقة؟ 宾馆，宾馆。饭店，饭店。